أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، ما زلنا في سلسلة طبعا كتير شيقة، دراسة الكتاب المقدس، ولكن ندرس أيضا تأكيد وصحة الكتاب من خلال عدة أمور. واليوم رح نتكلم عن موضوع كتير شيق اللي هو من نفس السلسلة، أحقا قال الله. فاليوم رح نتكلم عن الديناصورات، يمكن نشوفها بالأفلام ومنعجب فيها، ولكن بدنا نشوف أصلها وإزاي أو كيف ممكن نرجع لها من خلال كلمة الله. وهي الدراسة يمكن أنتوا شفتوا الحلقات السابقة، أنا بدعوكم أنه تشوفوا نفس السلسلة أحق قال الله، ترجعوا للثلاث حلقات الأولى حتى يكون عندك خلفية ومرجع للأشياء اللي تكلمنا عنها. وطبعا إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار فيك تتواصل معنا. خليني قبل ما أفوت للفاصل عاوز أقرأ آيتين من كلمة الله. الرسول بطرس بيتكلم بالوحي، بيقول في آية 16: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معينين عظمته. بيتكلم عن إخطار التجلي أو جبل التجلي في الأراضي المقدسة. بعدين في آية 19 مش بس بيحكي عن الاختبار وبيحكي عن الإعلان العظيم وعن المجد اللي شافوه، لكن بأكد حقيقة تانية، بقول وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم، عالمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. سأعود بعد هذا الفاصل.